السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم قصة ملهمة، قصة الطفل يوسف الطوخي، طفل برتبة رجل أعمال. رغم صغر سنه، دخل يوسف الطوخي أحد شباب رواد الأعمال عالم الاستثمار في العملات المشفرة، حيث أعلن صاحب 16 عاما عن إطلاق عملته المشفرة أي كيون. وبحسب تقرير لمجلة فورس الاقتصادية الأمريكية، نشأ يوسف في لندن بالمملكة المتحدة، وكانت أولى خطواته في مجال الأعمال عندما حصل على طابعة ثلاثية الأبعاد كهدية من والده وهو في المدرسة الابتدائية، حيث بدأ في إنتاج حافظات مخصصة للهواتف وبيعها لأصدقائه في المدرسة. وكان لمنصات التواصل الاجتماعي دور مهم في الترويج لمشاريع يوسف، حيث أنشأ صفحة على انستغرام لإعادة بيع الأحذية والملابس الرياضية ذات الإصدار المحدود. ثم توسع يوسف بعد ذلك في عمله، وأنشأ موقعا لبيع منتجاته عبر شبكة الإنترنت، حيث يتمكن من الوصول للناس بسهولة، ولم يكن هناك الكثير من الطلبات وقتها، لكنها أثبتت أن تجربة قيمة في عالم الأعمال التجارية عبر الإنترنت. ووفقا لمجلة فورس الاقتصادية الأمريكية، بدأ الطوخي في الاستثمار في سوق الأوراق المالية عندما كان في العاشر من عمره. وفي 2016 دخل الطوخي سوق العملات المشفرة، حيث أجرى بعض الأبحاث لفهم أساسيات العملة الرقمية بيتكوين في 2017، واستثمر في بعض هذه العملات وقتها. وفي 2018 استحوذ على العديد من التطبيقات المعنية بإنتاج العملات المشفرة المختلفة، وجنى ثمار عمله الشاق في أواخر 2020-2021 عندما انطلق سوق العملات المشفرة، حيث حقق عائدا كبيرا، الأمر الذي حفزه لإطلاق عملته الخاصة أي كيون. وفي ضوء ذلك استعان الطوخي بفريق خاص كي يطور عملته الخاصة أي كيون، وهي عملة تتبع هيكلا حكوميا ديمقراطيا قابلة للتحويل والاستخدام في عمليات الدفع. الطفل يوسف الطوخي هو رمز للعمل الجاد والملهم لكثير من شباب العرب، حيث أنه قام بصناعة نفسه بنفسه وتطوير ذكائه لأمور جعلت منه أحد رواد الأعمال الذين يقل نظيرهم في مجتمعنا العربي. فرغم صغر سنه، إلا أنه تمكن من وضع مكانه بين صفوف رجال الأعمال المهمين. أتمنى أن تكون قصتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم، وأن تكون فعلا قصة ملهمة للكثير من شبابنا العربي. وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.